الحقيقة كلنا لاحظنا ارتفاع معدلات التحرش بالفتيات في المجتمع المصري بشكل كبير جدا، رغم تغليظ أو نقدر نقول أن العقوبات في قانون التحرش سواء كان التحرش لفظي أو جسدي تم تغليظها بشكل كبير لنقول تتراوح ما بين 6 شهور حبس وتصل إلى المؤبد وكمان الإعدام في بعض الحالات لو كان طبعا أكثر من التحرش. لكن للأسف بنجد أن في ناس بتتهم المرأة بأنها السبب في التحرش. ليه؟ لمظهرها وتعمدها إثارة مفاتنها، مع أن احنا بنلاقي بنات محجبات وبنات حتى لابسين خمار ولابسين نقاب لكن برضو بيحصل لهم تحرش سواء لفظي أو جسدي، لكن برضو المرأة هي السبب. هل تختلف هذه النظرة من شخص لآخر؟ ده اللي هنعرفه من إجابات الناس. هي ظاهرة بدأت قبل الثورة بحاجات بسيطة ويعني زادت أو تفاقمت بعد الثورة، وهي ملهاش أي علاقة باللبس، لها علاقة بالتربية والسلوكيات والتعليم والدين. المظهر والقيم والأخلاق الاتنين بيساعد على التحرش، أو المظهر المحترم بيخف شوية من مسألة التحرش، والقيم والأخلاق قالت مفيش تمسك بمبادئ الدين ولا تعاسف ولا التربية الصحيحة. بشوف أطفال في المدرسة صغيرين بيتحرشوا بناس كبار، يعني ولا اللبس ولا السن، ويا ريت بس يكون يعني هو طبعا اول حاجه على التربيه، وتاني حاجه يا ريت الشرطه تقوم بدورها بجد. لو هي لابسه لبس محترم فانا مستحيل هبص لها، بدل هي لابسه لبس كويس. طبعا لابسه لبس خارجي يعني مش اللي هو، فاكيد اللي انا لازم هعاكسها او هبص لها او كده. بيبقى ناتج عن الخروج شويه عن التقاليد في اللبس. سلوكيات الشخص نفسه. بس مش شرط اللبس او حاجه زي كده. هي دي طبيعة في الإنسان. لا هو الولد لوحده كده بتلاقي حتى المنقبة حتى المحجبة حتى اللي ماشية في حالها بتبصي تلاقيه ممكن يبقى ماشي وراها، هي بتبقى خايفة وبتمد وهو بيمد وراها برضو.